هكذا تغلق المساجد لأول مرة، مسجد طارق بن زياد مغلوق حالياً. لقد قاموا بتنظيف المسجد، من هنا كان في هذا المنبر كان يخطب الشيخ شراطي والجماعة اللي كانوا زمان. هاريك فارغ، المسجد فارغ، هل هذا من غضب الله؟ اللهم ارحمنا يا رب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا ذنوبنا. ثم التنظيف ما شاء الله. صحيت، عم قايمين بلا عملية تاع التنظيف تاع ديزانفيكسيون، إن شاء الله ربي نعاودو نوليو ليه وتعمر. والله العظيم القلب راهو ضيق، راهو داق كي تشوف هكذا الدعوة، وهذا المنبر تاع المحراب نتاع اللي كان يخطب منه شراطي وجماعة، الله يرحمهم ويوسع عليهم. هذا المحراب اللي كان عزيز علينا، هذا هو المسجد، راهو فارغ. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم اغفر لنا، اللهم بدل لنا السأم يا رب، اللهم اغفر لموتانا ولجميع المؤمنين، آمين يا رب العالمين.